عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كإذن رقبة. لو نظرنا إلى هذا الراوي لوجدنا أنه تابع، ولو تأملنا ما ذكره لوجدنا أنه مما لا يقال بالرأي، فهل يكون له حكم المرفوع أو ليس له حكم المرفوع؟ بعض العلماء يقول إنه من قبيل الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنه ليس من الحديث المرفوع، وهذا هو رأي الجمهور، يرون أنه ليس من الحديث المرفوع، وإنما هو مرسل تابعي، ومراسيل التابعين ليس لها حكم الأحاديث المرفوعة. بعض العلماء يستثني أكابر التابعين، يقولون إن مراسيلهم مقبولة، لها حكم الأحاديث المرفوعة كسعيد بن المسيب، ولكن الصحيح أن جميع مراسيل التابعين ليست من قبيل الحديث المرفوع. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. التميمة عرف، القطع عرف، من إنسان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وقوله كان كعد رقبة، يعني كان كمن أعتق رقبة. ما وجه الارتباط بين قطع التميمة وبين عتق الرقبة؟ الوجه أن من أعتق رقبة من الرق حررها من ماذا؟ حررها من ذل الرق. فكذلك من قطع تميمة من إنسان حر فقد حرره من ذل ورق الشرك. وإذا كان كذلك فإن من قطع تميمة من إنسان أعتق الله رقبته من النار. ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. لو أعتقت رقيقا أعتقك الله من النار، فتساوى العتقان. فيكون معنى الحديث أن من قطع تميمة من إنسان حظي على ثواب من أعتق رقبة. ما ثواب من أعتق رقبة؟ أن يعتق من النار. فكذلك هنا رواه وكيع، وكيع هو وكيع بن الجراح إمام من الأئمة في الحديث، وهو كوفي، وقد أخذ عنه العلم الشافعي رحمه الله. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه قاس هذه على ما ورد في حديث من أعتق مسلما. لا، ما يؤخذ به، هذا قياس، ولا قياس في الثواب.